انا اخوتي الجمال، انا اخويا الحمد لله. مور كل ناضية، الدراري موجودين. السلام عليكم الحباب وتحياتي لكم. اليوم خديت واحد العود اللي بسم الله ما شاء الله عود مليح، عجبني بزاف وقلت علاش لا نشاركه مع الجمهور ويعطوني رايهم واش عود مليح نكسبو اولا نبيعو. زائد اليوم كنا غادي نديرو الفلوق ديال العود، مسكين لا مريض، ما كاين حتى شي جديد في الحاله ديالو حيت الطبيب قال لي خلي لي البونداج حتى اليوم الاربعاء وغادي ان شاء الله يكون معاه فلوق وتشوفوا النتيجه ديال ديك العمليه اللي درنا. فدابا اش كنتسناو؟ يلا تعيشوا معنا الاجواء كيفاش كنستقبلوا عود جديد وتشوفوا حتى السرج اللي خديناه وتشوفوا كيفاش داز النهار مع الدراري كاملين حيت خرجنا الخويلات وتبوردنا والله يدير الخير. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو غادي نبداو بسم الله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله يدير الخير. انا اخوتي الجمال، انا الزرده ضروري وانا ما كان. الله يبارك فيك. اجي اجي شنو هو؟ ما سمعتكش مزيان. بلاتي بلاتي ما سمعتكش. اش قال اش قال؟ شكون اخويا الاول خاصو يخلص الزرده؟ هذا هو الاول. مرحبا هاك جماعة معنا راسك. دابا هات بلاتي هات الاول هات الثاني وانا الثالث. صافي الله يسخر. ها؟ وراه سابقك وليد. بلاتي هذا عاود الاول ما داش عليه الزرده. لا لا هذيك ما هذيك ما ولكن دابا وليد الجمهور شاد عليك. لا هو الاول. امين هو الاول. امين هو الاول. حتى الثاني هذا الثالث انا الرابع. المهم الخوت حنا كنعاونوا في العود. اخويا العائله كتكبر اخويا الحمد لله. امين امين الله يدير الخير. حنا الحمد لله كنعاونوا في العود حيت راكبين في العشيه كيف ما كتعرفوا الخوت. حنا راه التقاليد محافظين عليها، جبنا الغداء تغدينا ضحكنا لعبنا وهو الخوت السبع يلا خديته كيف ما كتعرفوا. هذا راه كان عند خويا اسماعيل كنا مشروكين معاه وخديناه ربحناه وبقى ليا وخديته من عند الوالد والله يدير الخير والله يسهل على الجميع. بما عومناه نقادو السناح حتى من سقاط شريته ليه والله يسهل على الجميع. اليوبي انا بين لي يا عشيري بين لي كم التشالنج ديال تبارك الله. شو دابا للاشاره الخوت وقف حدا ايوب. شو قداش سير حدا البلاق باش يشوفوا لا ديفيرونس. سير حدا البلاق اشي حدا البلاق غايبه لا ديفيرونس. شوف دابا الله يحفظك ليا. شوف دابا لا ديفيرونس الخوت تبارك الله. محمد حتى الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. الخوت نبغي كل شيء يبارك لمحمد. راه تزاد عنده واحد المولود الله يصلحوا ليه والله يسهل عليه والله يدير الخير الله يدير الخير. الله يبارك. تحياتي لخوتي راه اللي كيجي هنا كيولي من العائله سبحان الله العظيم. مرحبا بكم الله يدير الخير. البطل ديالنا تحياتي. كي جاتك الاجواء؟ هادشي زوين. يا سلام. وراه بلا شك سفيان راكم كنتو كتعرفوا من لي فلوق اللي سابقين الله يدير الخير. حنا كان ايوا ايوا الناس محمد ان شاء الله بما سالينا وغادي نخرجوا الخويلات وغادي نتبوردوا وهادشي كامل الخوت غادي تعيشوه معنا والله يسهل على الجميع. خوت حنا بدينا العمان ان شاء الله وبو خالد راه جاب لينا الشامبان ديال القطران. تحياتي لعرجان الماد من البراده الله يدير الخير. واحسن حاجه عجبتني في هذا العود هذا هو البيديغري تبارك الله عنده مزيان والاسد بن عمير وريقه دوريجين والله يصلح الجميع الله يسهل على الجميع. واي واحد ما عندوش بغى يدير العود الله يوجد ليه. بما سالينا العومه ان شاء الله ونرجعوا معاكم والله يدير الخير. سبحان الله العظيم ربي ما مرتني ما محلني ما والو. عطاني الله العود ديال تا مقدمي تساهل درويش ضريف الله يدير. حط لي حط لي اخويا طيب نحطو هنا ينشف ما بقاش واقف على الخاوي حديته مغزي لي ياكل وينشف الله يدير الخير. يلا با اي سلام مولا والله با خالد يلا الله يحفظك مباركم سعود بعدا الله يبارك فيك الله يحفظك خويا خالد الله يدير الخير. انت دابا دوز لي امتحان. لا لا ناضي عرفتي
هادشي هادير هذا راه في الفيديو الاول اللي درتي. الفيديو الاول ديال مع الياقوت. من تما بقيتي تريني. ضروري يا والله يدير الخير. امين. تحياتي لبو امين. وجد العود حتى ضروري انا معاك. واش كاين بطل؟ الله يحفظك لي اخويا. يا مرحبا بي. واخويا هاد الاجواء ديال الخير ما شاء الله عليها. الله يرضي عليك الله يحفظك لي. ما هو السقاط الخوت اللي اختاريت للسليماني؟ وانا اصلا خويا راه كواب ابسقط يعني الدجاج وداك الشيء بلاش. علاش؟ بلاش. وخاص يشوفوا الجمهور انا الا ما عجبش الجمهور ما كاين حتى لعبه. اسقط باين. لا لا يكمل لي نكملوا السيرج كامل. عمر بعدا راه عجبو واليد عجبك طرش اسقط. ناضي اش كاينه عمر؟ اش كاينه حموده؟ صافي سير على مولانا. المهم الله يسخر. حنا نكملوا خوت الله يرحم الوالدين. هذا العظم انا راه ما كنحملوش ولكن راه فرضاتو علينا الوقت حيت راه كاع اللي راكبين معايا راكبين بهم وإلا ما ركبتش معاهم بهم غتجرح لي رجلي. النهار اللي ما بغيتش نركب بهذا العظم قلت ركب مراكشي راه خيط 8 الغرزات بواحد الشوك. من الاحسن اخويا خشي راسك وسط الريوس وقول قطع قطع. انا راه ما كنحملوش. الناس اللي غيكتبوا في لي كومونتير لا هادي انا راه ما كنحملش هذا العظم. وايوب كي جاك المسائل ناضي الله يدير الخير. ايوا واش غدي ممكن جاي احنا واه بشو دابا دابا معنا ناخذ السير حيت دابا اللي مهم حنا حيدنا اللون هذا راه اخضر نتوما تاخذوا السيري في الاحمر حيت انا ما كانش عندي العود ما عارفش اللون ملي خديت سليماني راه خديت الاخضر. الله يدير الخير. اللهم امين. يلا با وبا عثمان يلا راك روطار يلا بيه اللي انا الالفينو صديقي وكيعجبوك لي زالفينو شو منظرك. مرحبا بك سيدي تحياتي الناس لا في مكان حسين ما نعقلش عليك. الله يصلح الله يصلح الله يبارك. وجدتي العود موجود اخويا يلا والعود موجود يلا حموده حموده يلا اخويا كونوا على بال. وليد هذا باقي خاصه اللي صوب لك واه كون على بال. شوف الله يصلح كما علمتينا علام لك شي واحد علام ريفي ريفي داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين. هذا ديال بو خالد عرجان تحياتي شعيب الله يسعد تحياتي العشير الله يبارك. ايوا ديما انا روطار ديما الروطار يلا غنمشي نسرج الله يدير الخير. خوت نورمالمون راه ما خاصناش المراكبين الترشح ما خاصنيش ندير لكم انا السقاط مي انا بغيت ندير السقاط باش تشاركوني الراي والجمع العود ولا نبدل اللون. انا بالعاني بغيت ندير السقاط باش تشاركني الجمهور الراي. انا راه ما كنخزن عليكم والو ومحمد راه اول مره غيشوف العود مباشره اول مره. وكي جاك اخويا علي الدار اخويا يا الله يبارك. وللاشاره الخوت راه مازال ضعيف راه ان شاء الله ملي غيتصوب راه غيدير عود ملكي ان شاء الله باذن الله. انا النظره ديالي كتقول الله يدير الخير. صافي ملي ما وصلش لي محمد الودني راه عود ملكي. الله يدير الخير والله يسهل على الجميع يا بما سرجنا الخوت حيت خاصني نتعاون مع خويا محمد ونرجعوا معاكم باش تعطيوني رايكم والله يسهل على الجميع. خاص بزاف اللعيبات يتريقلوا في السناح. تحياتي لبا امين الله يسهل عليك يلا بيلي انت ناضي العود ناضي سير على مولانا. اول حاجه الخوت هذه نورمالمون خاصها تكون هنا حيت بقات مقلشه لي ودني صغير من هنايا خاصها تكون هنا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الخوت هذه الصمطه ديال الصدر هذه صغيره خاصنا نكبروها. المهم انا كنوريكم هذا الشيء غير باش تشوفوا داك الشيء خاص ضروري بنادم يقلب عاد باش يدير اي فوالا السرج. والله يرحم لكم الوالدين في لي كومونتير بلا ما تكتبوا لي شنو هو هذا علاش هذا داير بحال هكا حيت هذا هو الركوب ديال دابا. انا راه ما عاجبنيش انا راه انا معاكم ما عاجبنيش ولكن خشي راسك وسط الريوس وقول قطع قطع حيت الا درت سرج الا درت عظم مراكشي غنتمحن في رجليا. المهم دابا نمشيو نلبسو والله يدير الخير. الامور كلها ناضيه الدراري موجودين كل شيء موجود لكن الله يدير الخير. المعاز ديالنا سير على مولانا المعاز ديالنا حنا راه ماشي عيب راه بنادم ما يعرفش شنو هي المعزه. المعزه راه هي اللي كيمشي في الجنب الله يدير الخير. تحياتي البطل مرحبا بك المره الجايه تكون معنا ان شاء الله الله يدير الخير. ها البليه كيفاش كانت تبلاوها ها انتم شوفوا جوج راه تبلاو بجوج ها الاول وها الثاني هذا راه تبلا صافي وهذاك حتى هو راه تبلا صافي. انت
تحيه للحوسي الله يصلح لك الولد الله يدير الخير الله يدير يا ربي تبارك الله. الحمد لله الحمد لله. كي جاكم سليماني وكي جاكم سيرج خليوها ليا في لي كومونتير نمشي نوجد راسي حتى انايا والله يدير الخير. امور كلها يا ناديه توكلوا على الله سير على مولان يلا الشباب يلا توكلوا على الله. جورجي الشجر جورجي الشجر سير الله يبارك جورجي الشجرة سير ابو عمر الله يحفظك. خالد هاك اخوي هاك الامام سير على مولا سير الصبح يلا حمودة يلا يلا امين يلا اخوي ايوب يلا كون على باب الله يدير الخير والله اخويا كتسناو الدراري بسم الله على بركه الله تبارك الله الامور كلها هي مضبوطه الله يدير الخير بقى غير خويا خالد عرجان هو تبادري تحياتي تحياتي الحباب والخوت اللي كيحبونا وكيسالوا علينا راه حنا خوت ان شاء الله نكونوا خوت في الدنيا وفي الاخره وتحيه للحباب اش قالها السي عشرة وحنا راكبين بغينا دعيوه الخير بودري الله يرزقكم السلامه وتنوير ويجعلكم ركوب العز وركوب الطاعة ان شاء الله تركبوا وبالصحه وبالسلامه وطولة العمر والرزق وتحيه للحباب او شي دعيوه ديال العود جديد بودريس ايوا العود جديد الله يفرحك به امين ويجعلوا من نصيبك ويحفظوا الله من هفات الزمان وانت الله يزيد بك القدام ويحفظك ويحفظ وليداتك ويجعل لك مسيرة موفقة الله يدير الخير وتحية للحباب والخوت ومرضيين الوالدين كيسيني لكم عم ادريس بغينا الطابع ديالكم ما يخسرش امين ويجعلكم بحال علام ديال الطلبة عمر وسخ ما يكون عندكم امين وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين الله يدير الخير الله يدير الخير الخوت في العود هو ملي كيكون عنده العنق تبارك الله هنايا حيت ملي كتوقف الا كان عنقه قصير كيكون راس العود حد هنا كتحس براسك غطيه ولكن العود تبارك الله عنده المد هذه اول حاجه عجبتني فيه في الركبه ودابا غادي نقلبوه في التبوريده كيدير الله يسهل على الجميع دابا راه كلشي موجود هاد الخيل كاملين الخوت اللي كتشوفوا راه تبارك الله ديالنا كاملين صحاب والحباب والخوت الله يدير الخير زيد زيد يلا الشباب يلا امين يلا اخويا دورة في الدار عندنا الخوت ما كاينش شي واحد براني هنا تبارك الله هادشي كامل غيكون ناضي في المستقبل الله يدير الخير ومازال الدراري ما كاينينش مازال ثلاثة الخيل تبارك الله
ولكن هذا العود هذا ان شاء الله خوت راه حنا دخلنا المعركه دين عائلة. ايوا حنا دابا صافي عاوننا بيوسف تحياتي كيدير مزيان هاني صافي الخوت دابا غتعطوني رايكم الى عجبكم هذا العود وعجبكم هذا السرجادة باذن الله راه ما غاديش نبدلوه قولوا ما عجبناش باش يبيعوا لينا لا عجبنا لا المهم شوفوا الخوت الى عجبكم ديري الذكرى حياه الحزام سير على مولانا المهم عجبكم تبارك الله ما عجبكمش راه غنبدلوه حيت هذا الشيء راه ديال العائله وما نبغي حتى شي واحد اللي ما عجبتوش شي حاجه ما يقولهاش ليه ولا عجبكم قولوا تبارك الله الله يصلح لك اخويا اشرف وانت اخويا فيك واحد الفيز ديال البيع والشراء كيبيع ماشي نبيع هذا سيد كيبيع بزاف ايوا شوف المهم قيصر ما غيتباعش مزيد اخويا غيبيعوا غيبيع اسمع قيصر كيبيع دابا اسمعني خلينا حنا غنمشيو معاه في الهضره ديالو ما بعنا حتى شي حاجه اش غناكلوا وانا اشرف لا اش غناكلوا بلاتي نقول لك اشرف غنديرها نجيبوها بالنخوه سلام هل سير اخويا ما سير صافي جاب النخو عاود ديال الزحام كيتسمى كيف هذا العود ديال الزحام هذا بارك صافي عاود ابا عيمه كيفاش العود ديال الزحام عاود ديال الزحام هي ملي سد عليك قبيله العود وخش العود هذا ملي غيتزاحموا عليه الخيل يدفعهم ويخرج هو الاول هذا هو عاود ديال الزحام الله يدير الخير ومازال الخوت راه باقينا صبرتوا راه تصاوب على اللي كيجيب شي تنقص ماشي تصاوب تنقص سميره على حسابي سميره على حسابك اسيدي الله يدير الخير المهم الحباب وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى من الله سبحانه وتعالى ينال الاعجاب ديالكم وارائكم راه غادي ندير بعين الاعتبار غادي ناخذ بها الى عجبكم العود قول لي تبارك الله قول لي اوكي خليه الى ما عجبكمش نبدلوه والسرج قولوا لي كي جا اللون مع العود هذا راه ماشي القب ديالو اللون ديالو هو هذا غير القب دي باني حيت هذاك العود ما جاش القب مخربق في التصاويبه اللي صوبوه مخربق ما بقاتش مزيان المهم هذاك هو اللون الى جا مع العود قولوا لي راه جه ناضي والله يدير الخير ونتلاقاو ان شاء الله في شي سويعه زوينه والله يسهل على الجميع.